سلام سكينة، لاباس كده ولا لاباس؟ لاباس الحمد لله. صحة لاباس؟ كلشي لاباس؟ لاباس كلشي بخير. إوا عاودي ليا دابا كيفاش دايرة حياتك دابا في الدار؟ الدار مزيانة، كنلاحظ واحد التغيير. أولا في الأول كنت حشومية، مني دخل هاد البرنامج وعشت التجربة ديال برنامج فرصة للنجاح، يعني انفتحت بزاف ووليت عندي علاقات مع الاخر، يعني تبدلت طريقه شي مع التعامل مع الاخر. شنو اللي وقع باش تبدلات؟ حيت قبل كنتي في المدرسه ودابا راكي باقا في المدرسه، شنو اللي تبدل؟ يعني التفاعل مع الاصدقاء، يعني ما كنتش كنت مطاوية على نفسي في الاول، من جهه البرنامج يعني ممكنني ما انني نتفاعل داخل المجتمع يعني عادي بشكل عادي. وكيفاش دابا دايره حياتك في المدرسه بصفة عامة؟ مزيانة، أنا مزيان الحمد لله. جبتي شي نقاط زوينين؟ شنو أول فرد درناه في سيونس حصلت على معدل 10. حصلتي على معدل 10؟ آه. وكي حاسة براسك بالمعدل 10؟ يعني واخا هكاك ما عجبنيش، كنحاول أنني الفرد الجاي نعوض هاد النقطة ونجيب نقطة مزيانة. يعني عندك أن أوبجيكتيف تتقولي مع راساتك المرة الجاية خاصني نجي يعني كتف. في هذا الفرد مثلا بانت لي طريقه بان الفرد الجاي كي غيكون. يعني وهذه 6 ديال السيمانات باش بديتي البرنامج فرصه للنجاح، كيفاش تتحسي براسك في هذا البرنامج؟ كانت تجربة زوينة وممتازة وأنا فرحانة بها وفخورة لكوني تخصريت من هندم 6، لأنني جد محظوظة أنها يكون دعم تربوي ودعم نفسي وتجربة صراحة زوينة بالنسبة لي. ومحتاجة بعد الدعم النفساوي والدعم الدراسوي، زعما باش ما يمكنلكش تقراي بوحدك في الدار ولا شي حاجة، زعما محتاجة به باش تحسي براسك. انا بوحدي اللي كاينه في الدار، يعني ما كاينش شي واحد اللي عنده مثقف ثقافة لانه يمكن ليه يساعدني. يعني هذا البرنامج فرصة مزيانة بان الدعم التربوي والدعم كذلك النفسي. وكي تحسي براسك مع لا كاميرا؟ عادي، كنتصرف بطريقة عادية بحال ما كاينش كاميرا. وقبل؟ قبل لا، كتكون اول مره كتجي شويه ديال الخلع شويه ديال الادخال، يعني ملي كتولي فيها كتجيك حاجه عاديه. وكيفاش تتحسي براسك دابا في المدرسه؟ مزيان. اذا جينا نديرو هذا العام، داك العام اللي فات وهذا العام مقارنه، هذا العام حسن. داك العام، حيت داك العام اولا ما كنركزش يعني اثناء الدرس، يعني مثلا كنبغي نحاول نركز في فكره معينه كنقول صافي راه شديتها مورا سميتو كنسى على كلشي. هاد العام حسن، ما بقيتيش تنسي؟ وعلاش؟ كنقيد داكشي فكره باش ما تهربش ليا الفكره. تتقيديها خاصك ولا بدات تقيديها باش مني نراجع شكون هذيك الفكره عندي. وشنو هي الصعوبات اللي لقيتي مع البرنامج فرصة للنجاح؟ واش كاينين شي صعوبات لقيتيهم ولا ما كاينينش؟ لا ما لقيتش صعوبات. ما لقيتيش حتى شي صعوبات؟ وشنو هما الصعوبات اللي لقيتي في المدرسة؟ في المدرسة التلاميذ مثلا وجهات نظري التلاميذ كيقول لك مثلا الرابعة فين الرابعة ديك الهضرة شي، ولكن كنحاول بانني ما نديش على هضرتهم نكون متقبلها. وفي الدار كيفاش الدار تيشوفك؟ مزيان كيقول لي تحسن شي على قبل، حيت الدار كيعرفوني وداكشي كيفاش كتقبل. وسؤال واحد اخر، في الدار ديالك واش تيشوفوك بنفس النظره كيفاش كانوا تيشوفوك قبل، ولا دابا ملي تيشوفوك في الكاميرا ولا تيشوفوك مبدله زعما عندك وجه اخر ولا عندك شي هيبه جديده، ولا تيشوفوك بنظره جديده؟ لا تغيرت النظره ديالهم، يعني في الاول من داخل الوسط ديال الدار داكشي كيظنوا انني حشوميه وما نقدرش نهضر، ملي بنت هذاك الشيء قالوا يعني جريئه وشجاعه، يعني عندي قدره بانني نتكلم ونهضر. يعني عندك دابا تيشوفوك بوجه ايجابي ولا تيشوفوك بوجه ايجابي اكثر من قبل. وشكرا بزاف بانك هضرتي معايا بهذه الطريقه هذه، ونتمنى لك غير الخير. شكرا.